أنا لست خادمتك. بهذه الكلمات تلقنت مضيفة طيران درسا لمسافر بعدما واجه إهانة لطاقم الطائرة بسبب وجبة طعام، حيث انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حاز التعاطف وإعجاب الملايين من رواد مواقع التواصل عندما احتدم النقاش بينهما على متن رحلة من إسطنبول إلى نيو دلهي. مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة احترقت بمنطقة بعبدة في لبنان وسط فشل محاولات المرأة في إنقاذ المرأة التي كانت تقودها، ودفاع لبناني يخمد النار ويستخرج الجثة دون ذكر سبب الحريق، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية إن السبب انفجار اسطوانة غاز. أنفقت سيدة نمساوية أكثر من $50,000 على عدد ضخم من عمليات التجميل مثل فيلر الشفاه لتتحول إلى هيئة تشبه الدمية باربي، مشيرة إلى أنها ليس لديها نية للتوقف عن عمليات التجميل. وقالت فيتشي إن شفتاي الضخمتين قد تم حقنهما بحوالي 50 إلى 60 حقنة، فالناس إما يحبونها أو يكرهونها، وأنا مهووسة بها. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمعتمرين وهما يطوفون حول الكعبة في مكة المكرمة تحت زخات المطر. انتشر مقطع فيديو أيضا لحفل تخرج تحول إلى كارثة أثناء احتفال طلاب بتخرجهم في بيرو، حيث انهارت حلبة الرقص بهم بشكل مفاجئ ومخيف. نتابع. كان هذا كل شيء لليوم.